احنا معانا استاذ مصطفى دياب مدير مكتب جريده الدستور بالاسماعيليه. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء النور استاذ مصطفى. ايه اللي حصل بالظبط في موضوع القطر ده؟ وبنعزيكوا طبعا قبل اي حاجه. بالفعل النهارده شهد عصر اليوم قطار دهس 3 أشخاص اثناء عبور من فريق سكه الحديد لقريه الوصفيه 7 لمركز مدينه ابو سوير. ايوه. وقام الاهالي بتحقيق جسدين المتوفين لتحولوا لابناء. تفاصيل الواقعه هم كانوا 4 أشخاص مش 3. كانوا بيعبروا بمكان مش مكان محطه او مكان مثلا. هم كانوا كام يا فندم؟ هم كانوا 4 بس اتوفى 3. يعني في واحد مصاب في المستشفى دلوقتي؟ بس هم كانوا 4. كانوا 4. تمام. 3 وقفوا علشان يتصوروا على شريط سكه الحديد. ياخدوا صوره تذكاريه على شريط سكه الحديد والرابع كان بيصورها. يعني ده لا هو مزلقان ولا هو مكان تعديه ولا حاجه. بالظبط. تمام. فجهزوا هم بياخدوا صوره تذكاريه القصر ده. 3 شخص تحولوا الاسماء، القصر بحسهم للاسف تحولوا الاسماء. والرابع اصيب بحاله اغماء. تم نقله على الفور لمستشفى القصاصين. حالته عامله ازاي يا استاذ مصطفى؟ لا الرابع هو اصيب بحاله اغماء. اغماء بس لكن ما فيش اي حاجه يعني. ما فيش اي اصابات او اي حاجه، هو صمم من الموت. طب في تحقيقات اسفرت عن اي شيء حتى الان في هذا الحادث؟ بالفعل انتقل فريق من النيابه العامه قبل قليل لقريه الوصفيه. علشان يعاين موقع الحادث. وتبين التحريات الاوليه تبينت اللي انا شرحتها لحضرتك ان هم كانوا بياخدوا الصوره التذكاريه، كان هم 4 صحاب و4 كلهم. طب معلش عايز اسال حضرتك عشان حضرتك كررت موضوع الصوره التذكاريه ده كتير. هو دلوقتي احنا عندنا بعض الاجزاء من شريط القطر السريع ملهاش حاكم، مش كده صح؟ يعني ملهاش اي حاجه، ملهاش حرم، ملهاش سور، مش كده؟ لا ملهاش اي حاجز ولا ليها اي حاجه. والناس بتمثل بدل ما يعدوا من المزلقان بيعدوا اوريدي من المكان اللي هو ملوش فيه اقرب ليهم. اشكرك يا استاذ مصطفى وبعزيك مره ثانيه وبعزي كل اهل الاسماعيليه الكرام.